ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ طبعا دي قناة معلومة سريعة اللي عليها كل حاجة على اولى ثانوي وتانية ثانوي. في مفاجأة دلوقتي ان الوزير لسه مطلع من دقايق بسيطة قرار عن ان الامتحانات كلها هتكون ورقية زي ما انتوا سامعين دلوقتي. بالظبط كده، تفريغ الفيديو ده هو في المقالة دي، وهو ان الهدف الرئيسي من الامتحان هو تقييم الطلاب والوقوف على مستوى فهم كل طالب من مخرجات التعلم، وان يكون في تدريب على نوعية الأسئلة الجديدة واللي بتستهدف الطلبة اللي بتفهم قياس مخرجات التعلم الكبرى، زي انك تجيب المفاهيم وتجيب القواعد وتفهمها ليس الحفظ فقط، وان الهدف من الامتحان ان هو مش هو حوار انه يكون ورقي او الكتروني بس، ولكن هو هدفه ان يعزلوا العنصر البشري من تصحيح الامتحانات، او ان يكون في اطمئنان عند الطلبة واهاليهم ان مفيش تسريب للامتحان ولا التعرض لخلط الاوراق الاجابة زي ما كان بيحصل السنين اللي قبل كده. وقال انه هيكون مفيش فرق بين الورق والامتحان، ولكن تيسيرا على الطلاب الصف الاول والثاني الثانوي هيكون الامتحانات في موعدها، وهيكون الامتحانات من التابلت وجميعها ورقية في المدرسة. هيكون 70% من الاسئلة اختياري و30% منه مقالي، تمام؟ وهيكون ان شاء الله التقديرات او الدرجات على هيئة التقديرات، يعني الممتاز هيكون 85% اللي ما فوق، جيد جدا من 65 إلى 85، والجيد من 50 إلى 65، والضعيف هيكون الأقل من 50. طبعا الكلام ده مش هيطبق على الثانوية العامة هذا العام، ولكن سيتم التحدث عن الثانوية العامة في مطلع الترم الثاني. المواد طبعا اللي ما تضافش للمجموع هيكون امتحاناتها زي ما هي يوم 15 و17 يناير في المدارس الرسمية والخاصة، وهيكون في تدريب للطلبة على امتحانات تجريبية في الترم الثاني عشان يتعودوا على الامتحانات على التابلت. دي تفاصيل الامتحانات الأولى وتانية ثانوي، هتكون كلها ورقية هذا الترم وليس على التابلت، عشان ما يحصلش مشاكل ان السيستم وقع او ان الطلبة مش متعودة على الامتحانات على التابلت. يا ريت تدخلوا على المقالة دي، هسيبها لكم في الوصف عشان تقروا التفاصيل كاملة. كنت معاكم يحيى داود، يا ريت تشير الفيديو ده مع اصحابك عشان يوصل لعدد كبير قبل ما الامتحانات تبدأ. السلام عليكم.